بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساكم بالخير دائما وابدا، اطلاله جديده على ابرز واهم الاحداث الرياضيه، فقرات منوعه والضيوف والاخبار تجعلكم الاقرب للحدث عبر شاشه قناه عمان الرياضيه يوميا من الثالثه والى الرابعه من الاحد الى الخميس، ابقوا معنا انتم في الحدث. طفولة وبطولة على عمان الرياضية في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية بالأخبار المحلية مع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، حيث اختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته اليومية بالملعب الفرعي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ذلك ضمن معسكره الداخلي الذي يقيم خلال الفترة من الرابع وإلى التاسع من شهر يناير الحالي تحت إشراف الإدارة الفنية بالاتحاد لحين التعاقد مع مدرب يتولى مهمة قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة خلف للمدرب الفرنسي بول لغوين الذي تم الاستغناء عنه مؤخرا نتيجة النتائج غير المرضية التي حققها المنتخب في المباريات الأخيرة. ولقد اختارت الإدارة الفنية بالاتحاد 22 لاعبا للدخول في هذا المعسكر من أجل الاستعداد لمباريات التصفيات أمام إيران ومنتخب غوام. وإلى دور الدرجة الأولى العمانية لكرة القدم، حيث استطاع نادي نزوة من الفوز على نظيره مرباط بهدفين دون مقابل ضمن حسابات المجموعة الأولى، فيما تمكن نادي بوشر من تحقيق فوز ثمين على نادي الطليعة بهدف دون مقابل. وفي المجموعة ذاتها اكتسح نادي الكامل الوافي فريق أهل إزداد بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت سيطرة واضحة لأصحاب الضيافة. ومن كرة القدم إلى عالم الفروسية، حيث تتواصل على مضمار الرحبة بولاية بركة منافسات سباقات الخيل الأهلية والتي ينظمها سباق الخيل السلطاني بشؤون البلاط السلطاني وسط مشاركة واسعة من أصحاب ملاك الخيل بمختلف ولايات السلطنة. تفاصيل السباق في التقرير التالي نتابع. تتواصل على مضمار الرحبة بولاية بركة بمحافظة جنوب الباطنة منافسات سباق الخيل الأهلية والتي ينظمها نادي سباق الخيل السلطاني بشؤون البلاط السلطاني وسط مشاركة واسعة من أصحاب وملاك الخيل من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. إثارة ومنافسة بين الفرسان المشاركين أمتعت الحضور والمتابعين طيلة أشواط السباق الثمانية التي خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة. الشوط الأول سباق الريحاني للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر انتزع لقبه المهر ميسور للخيالة السلطانية والفارس أنس بن سالم السيابي، فيما تمكن الحصان كاندين مان أف أتشام من حصد لقب الشوط الثاني لصاحبه محمود بن محمد هاشماني والفارس المعتصم بن سعيد البلوشي. أما الشوط الثالث فقد تمكن الحصان زيان لصاحبه منذر بن درويش البلوشي والفارس شاكر بن علي البلوشي من خطف لقبه، فيما ذهب المركز الأول للشوط الرابع للحصان دارتينيان لهلال بن خلفان الحسني والفارس المعتصم بن سعيد البلوشي. الشوط الخامس سباق الوجن لمسافة 1600 متر ذهب للحصان جرير لسعود بن عبد الله البلوشي والفارس ياسر بن جميل السنيدي، في حين تمكن الحصان الصواب من خطف لقب الشوط السادس لمالكه راشد بن عامر المقبالي والفارس سيف بن حمد البلوشي. أما الشوط السابع سباق الملتقى للخيول المهجنة الأصيلة فقد انتزع لقبه الحصان أرجياش لبك لصاحبه بخيت بن مبروك الحجري والفارس أسعد بن عبد الله المسكري، لتختتم هذه المرحلة بالشوط الثامن والمثير سباق عين الحلوة للخيول العربية الأصيلة إنتاج محلي
والذي خطف لقبه الحصان قيد الأوابد للشيخ سالم بن راشد البلوشي والفارس سيف بن حمد البلوشي، ليتم بعدها تكريم الفائزين أصحاب المراكز الأولى في هذا السباق. لم تكن إعاقتهم حجر عثرة، بل اتخذوها سلما في رحلة التحدي، حاملين معهم راية لا يأس مع الحياة. كانوا ولا زالوا فرسانا على قدر الطموح. فرسان التحدي على عمان الرياضية في الأوقات التالية. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتحول بكم الى فقره الحدث الاولى والى ضيوفنا، حيث اختتمت بالامس ولايه منح المسابقه الثانيه لرياضات الخيل التقليديه، وذلك على ميدان نادي الشموخ للفروسيه وسباقات الخيل، وذلك تحت اشراف الاتحاد العماني للفروسيه. يسعدنا ان يكون معنا هنا في الاستوديو الفاضل الدكتور جمعه بن راشد المشايخي امين سر الاتحاد العماني للفروسيه. دكتور مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا بك. يا هلا ومرحبا. سعيدين بتواجدك معنا في برنامج الحدث. بداية الفعالية والحدث التي أقيمت بالأمس في ولاية منح مهرجان سباقات الخيل أو المسابقة الثانية لرياضة الخيل التقليدية، لماذا تم اختيار ولاية منح كمحتضنة لهذا السباق؟ هل هي سنوية هناك سباق متعودين أن نراه أم هناك سبب آخر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام دكتور. حقيقة نحن نشكر تلفزيون سلطنة عمان على استضافتنا للتحدث عن رياضة الخيل التقليدية. طبعا رياضة الخيل التقليدية هي رياضة السباقات العرضة، هي من الرياضات التقليدية المرتبطة بالتراث العماني. حقيقة اختيار ولاية منح لم يكن صدفة، وإنما وفق برنامج معدود، حيث كان الحلقة الأولى في ولاية جعلان بني أبو حسن، والمرحلة الثانية هذه كانت في ولاية منحنا. جميل، راح نستكمل أكيد الحوار بما يخص هذا المهرجان، لكن قبل ذلك دعونا نشاهد نشوف التقرير إن شاء الله. متابعينا دعونا نشاهد تقرير يختص بهذه الفعالية، ومن ثم لنا عودة مع الدكتور جمعة المشايخة من سر الاتحاد العماني للفروسية. ابقوا معنا. مشاركة واسعة شهدتها مسابقة رياضات الخيل التقليدية في محطتها الثانية بولاية منح بمحافظة الداخلية لهذا الموسم، في دلالة واضحة على مدى اهتمام الفارس العماني بهذه الرياضة العريقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نرفع أسماء التهاني إلى السلطان المفدى قائد البلاد. ثانيا، رياضة الخيل التقليدية من الرياضات المشهورة والتقليدية العظيمة لدى الفرسان نفسهم، يعني مشاركتنا فيها تعني لنا الكثير، تعني لنا شموخا للوطن، تعني لنا تاريخا من الثقافة العظيمة لسلطنة عمان. رياضة الفروسية تعني لي النبل والشهامة، وهي قيمة تقليدية وموروث شعبي، وكذلك هي رياضة تنمي الجسد وتنمي العوامل الروحية. طبعا في بداية الأمر نشكر الاتحاد العماني الفروسية على إقامة هذا الموروث. طبعا هذا موروث هو وصى به جلالة السلطان، لم يقتصر الموروث يعني على القلاع والحصون، بل تعدى إلى مرحلة أن موروث الإبل وموروث الخيل هذا موروث أجدادنا ولازم نحافظ عليه. طبعا يحتاج الفارس إلى طبعا الثقة بالنفس والممارسة والارتباط بالخيل، هذا طبعا يحتاجه الفارس لممارسة الخيل والإتقان في ركوب الخيل وأداء مهارة العرضة. المهرجان بدأ بدخول الفرسان المشاركين إلى مضمار الاستعراض في عرض منظم، رسموا خلاله لوحة تراثية ذات طابع رياضي تقليدي. هي الهدف من رسالة من التقسيم بهذا الصورة اللي شفتوها الحين، على أساس أن هدف التنافس، هدف الأول اسمه الأول، على أساس أن كل ولاية تقوم ببذل المزيد من الجهود. فعلا كانت جهود تبذل مسبقا، ولكن لما تكون في مسابقة وعلى شكل تقييم تزيد الجهود ويبذل المزيد من العطاء في هذه الرياضة.
هو لا شك الفروسية مولود حضاري في غاية الأهمية كمولود حضاري إسلامي وكمولود حضاري عربي، ونحن حقيقة من خلال هذه التجربة نسعى إلى إحياء هذا المولود وترسيخه في الناشئة العمانيين بحيث أنهم يكونوا فرسان ذوي مؤهلات وقدرات استعراضية وفنية طيبة إن شاء الله. وعندما كان الفرسان وهم على صهوات جيادهم يقدمون استعراضات لفنون هذه الرياضة العريقة وفنون الفروسية، كان هناك فرسان آخرون في السماء يبهرون الجمهور باستعراضات طيران مشوقة. ذلكم هم فريق عمان للطيران. احنا اول شيء نشكر المنظمين لهذا الحفل، حفل بمعنى الكلمه، حفل رائع جدا جدا من حميص استاذ من تنظيم، من الحشد الكبير اللي شفناه فوق. انت فوق هناك تشوف مثل تقول لوحه مرسومه بانغام مختلفه من الفرسان ومن الجماهير ومن النساء والرجال والشياب والاطفال. حلقنا فوق، احنا اول شيء رفعنا علم السلطنه وهذا رمز لكفاءة الطيارين الموجودين هنا، وهذا رمز ان حبنا يوصل لها لهذا البلد، ورفعنا بعد صورة صاحب الجلالة، وهذا يعتبر ان نحن نكله كل الحب والتقدير فيها في هذه المناسبة. اللوحة مرسومة بمعنى الكلمة، لوحة جدا جدا. الفرسان اللي تحت لو تشوفهم تحت كلهم على بسطور مختلفة، لهم في تعابير جدا جدا ممتازة. لتستمر فعاليات المهرجان وسط برنامج حافل بالمحطات المتنوعة، حيث أبدع الشباب العماني في تقديم استعراضات ومهارات فروسية التي عبرت عن ذلك التناغم بين الفارس العماني وجواده. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، تابعنا التقرير المفصل الخاص عن هذه الفعالية، السباق الثاني لرياضات الخيل التقليدية. كنا في بداية الحديث مع الدكتور جمعة المشايخ أمير اتحاد الفروسية عن هذه المسابقة، ذكرت السباق الأول في ولاية جعلان بني أبو حسن، السباق الثاني في ولاية، ونحن نتحدث ونعطي نفرد كذا مساحة عن التفاصيل الخاصة بالسباق اللي كان بالأمس في ولاية منح. حقيقة السباق أمس السباق كان مميز، الإخوان عدوا له إعداد جيد، وأيضا استفادوا من السباق اللي قبله، وبالتالي حاولوا إنهم هم يكون إن شاء الله سباقهم أفضل من حيث الإعداد ومن حيث التجهيز، لأنه هذه عبارة عن هي مسابقة ما بين الولايات تتنافس فيها ثمان ولايات، الولاية الأفضل هي الولاية التي تحظى بالكأس إن شاء الله. جميل، يعني أنتم مسوينها بشكل سباق يمر بثمان محطات، الآن في المحطة الثانية وفيها في النهاية تقييم وفائز. جميل، يعني أنتم جالسين تورثوا الموروث التقليدي بطريقة مميزة وهي سباق في نفس الوقت إن شاء الله، يعني فيها تنافس. جميل، خلينا نقول الفقرات اللي كانت موجوده في الحفل امس دكتور. حقيقه الحفل كان فيه عده فقرات، اللي هي كانت اول شيء سباق العرضه، وكان فيه المحورب، وايضا شملت في السباق اللي هي فن الرزحه، وايضا بعض الاناشيد والقصائد الوطنيه. جميل، التي تخص بالخير. يعني احنا نشوف كذا ارتباط جدا مميز بالشعر والفنون المغنى مع الخيل. نعم، ممكن تعطينا كده صورة توضيحية عن الفنون المغنى اللي ممكن ترتبط بالخيل دكتور؟ والله حقيقة هم كان هناك عندنا الرزحة أيضا، وأيضا كان العازي أيضا من ضمن الفقرات الموجودة في هذا، وأيضا بعض الشعراء المميزين أحاول أيضا يلقي بقصيدة، وكانت قصيدة رائعة جدا. المحورب دكتور؟ نعم، فن من فنون الخيل او ايش بالضبط، نوضحها اذا كانت. هو ايضا ترى فن من فنون الرياضه الخيل التقليديه اللي دائما يحرص عليها
الأخوان المؤدين هذا الرياضة. يعني لاحظ من خلال التقرير الدكتور أنه لما يتحدثوا عن إيش تعني لهم رياضة الفروسية، حد يقول لك الشهامة، حد يقول لك أن هذا يعني شيء يخص الرجولة البطولة، ويمكن حتى ديننا الحنيف الإسلامي واحدة من الوصايا اللي تم توصي عليها هي الفروسية. نعم، الرماية الفروسية وركوب أو ركوب الخيل والسباحة، أو هي نفسها تبقى الفروسية واحدة من الرياضات اللي وصى حتى عليها ديننا الحنيف. نعم، طبعا الرياضة الفروسية من المعروفة اللي هي الرياضات اللي يعني المهمة، والله سبحانه وتعالى جل جلاله يعني حث عليها في المحكمة التنزيل، ورسولنا الكريم أيضا حث على هذه الرياضة، وهنا الشباب الحقيقة في العمانيين يعني حريصين على هذه الرياضة، رياضة الفروسية في مختلف يعني وشتى أنواع السباقات. أنا بسألك سؤال وخليك ما تتهرب شوي مني. الآن أنت الآن حضرت سباقين. نعم. في جعلان بن أبو حسن ومنح. نعم. خلنا نشوف في منح كم يعني أو كيف تقيم الوضع اللي كان بالأمس موجود معهم؟ نعم. حقيقة أنا ما أسبق الأحداث لأنه هناك فيه في ثمان ولايات أو في ست ولايات. أيوة، في ثمان ولايات راح تكون يعني تدخل داخل هذه المنافسة، وبالتالي في عندنا لجنة تحكيم، هي اللجنة التي تقيم هذه السباقات وتقول ما هي الولاية الأفضل. جميل دكتور، جهود الاتحاد في تطوير هذه الرياضة، رياضة الفروسية، بشتى مجالاتها، خلينا نتكلم عنها في السلطنة، تشهد حراك جدا جميل في الفترة الأخيرة، فما هي الجهود اللي يقوم بها الاتحاد لمواكبة التطور اللي حاصل في هالرياضة؟ والله الاتحاد الفروسية عادة عنده موسم اللي هو موسم الاتحاد دائما يكون يبدأ من شهر 8 إلى شهر 4، وفي عندنا عدة مناشط، من هذه المناشط اللي هي التقاط الأوتاد، ومميزين جدا في التقاط الأوتاد الحمد لله رب العالمين. تحية للجنة يعني الأمانة. وعندنا أيضا قفز الحواجز، وعندنا أيضا اللي يعني عدة السباقات اللي هي قفز الحواجز والتقاط الأوتاد، وعندنا أيضا العرضة، هذه من جميل بعض التميز المناشط. الدكتور يعني واضح جدا حتى في المشاركات الخارجية في التقاط الأوتاد، غير كذا نوعا ما في القدرة والتحمل، يعني نرى أنه الجانب الالتقاط الأوتاد متفوق أكثر. جانب الالتقاط الأوتاد حقيقة أعطي اهتمام كبير جدا، وكان هذه الرياضة موجودة في البداية في السلطنة، لكن الزملاء جزاهم الله خير في اللجان السابقة حاولوا إنهم يروجوا لهذا النشاط الرياضي ولهذه الرياضة، واستطاعوا من خلالها أنها يخلوها إلى الرياضة محلية، ثم أيضا صارت رياضة دولية، وأيضا كان هناك أيضا في اتحاد يعني تم اختيار أو اتحاد دولي يكفر الرئيس معانا من السلطنة لهذه الرياضة، وهذا الشيء نفتخر به أنه الاتحاد التقاط الأوتاد في السلطنة، وأيضا رئيس الاتحاد الأوتاد هو من السلطنة، وأمين سر أتوقع نفس الشيء، وأمين سر بالضبط. نعم. هاشل المحروقي. جميل، عندما نتحدث عن الفارس العماني، كيف ترى الفارس العماني ومدى تطوره في هذه الرياضة؟ والله الفارس العماني حقيقة فارس حقيقة طموح، عنده طموح، وأيضا يعني يحاول يبرز نفسه ويحاول أن يكون دائما في المقدمة، لأن الشباب العماني حقيقة شباب عندهم طموح وعندهم حماس، ويحاولوا دائما أن يكونوا في الصدارة. جميل، الخيل العمانية وسلالاتها، لما نتكلم عن الخيل العمانية الأصيلة مثل ما نتكلم عن الهجل العمانية أيضا الأصيلة، يعني نتحدث عن خيول لها ثقلها ووزنها تماما في المشاركات، كانت الداخلية وحتى الخارجية دكتور. نعم. وواحدة من الأسماء الخيل أركان؟ أي نعم نعم، في عندنا حقيقة عدة الأسماء للخيول، وفي خيول العربية الأصيلة الموجودة عندنا، وفي عندنا أيضا مثل ما تفضلت أن للهجن لهم سلالات، أيضا للخيل أيضا له سلالات، وكل سلالة يعني تختلف عن سلالة الأخرى، وكل سلالة أيضا في السباق مثلا سلالات، وفي القفز الحواجز سلالات وإلى آخره. جميل، بالنسبة للخيول دائما ما تحرز مراكز عالمية، لما نشوف في سباقات في دولة الإمارات أو كانت في فرنسا أو غيرها، هل هذه الخيول يعني موجودة هنا في السلطنة أو تلقاها هي في الخارج ومتعودة على الجو الخارجي إن كان البرد الدفء، بعيدا نوعا ما عن الحرارة وجو السلطنة بشكل عام؟ الله يخليك، نحن طبعا حديثنا عن العرضة وسباق العرضة، ولكن لا يمنع أن نحن أيضا
نتحدث شوي عن هذا. طبعا الخيول مثل ما قلت ان هناك خيول في سلالات، وايضا في عندنا هنا في عمان شباب مدربين اكفاء حقيقه، واستطاعوا انهم يحققوا نتائج متقدمه في هذا الجانب يعني. جميل، خلينا نرجع للسباق او نرجع للمسابقه الخاصه برياضه الخيل التقليديه. نعم. ناخذ الجدول المتبقي الخاص بالسباق دكتور، مراحلكم المتقدمه وكم الفترات اللي بين سباق واخر؟ يعني تقصد سباقات العرضه؟ العرضه او حتى المسابقه الحاليه اللي بالامس كانت في منح. اي نعم. الثالثة في بدية راح تكون؟ الثالثة راح تكون ان شاء الله في بدية، نحن عندنا واضعين جدول زمني متفق عليه، لان احنا ايضا عندنا لجنة خاصة بسباقات العرضة ومحددين ايضا ما بين السباقات الانشطة الموجودة عندنا في الاتحاد العماني للفروسية بالاضافة الى سباقات العرضة، فنحن حاطين فترات ما بين كل سباق والسباق يعني. اي نعم، وايضا على اساس انه يكون هناك تجهيز للسباق، يعني يكون انه في تجهيز للولايه على اساس الناس تستطيع انها تجهز وتكون متحمسه. بعد بدايه وين عندكم ان شاء الله؟ اي نعم، طبعا عندنا حسب الجدول الموضوع بالنسبه لكم. في اضافات بالنسبه لرياضه العرضه او شيء دكتور تخص الموضوع الخاص بالسباق؟ نعم. يعني بالنسبة لولاية منح، نعم، شفنا في نادي عندهم نادي الشموخ للفروسية، نعم، كيف مستوى النادي؟ والله هذا النادي حقيقة من الأندية المشهورة، نحن في عندنا لجان فروسية وفي عندنا أيضا أندية مشهورة يعني تم إشهارها. نادي منح حقيقة من الأندية النشيطة جدا، وبالتالي تم إشهار هذا النادي، وهم ما شاء الله عليهم يعني عندهم برنامج معين وايضا ميدان مهيئ لمثل هذه السباقات. جميل، كل التوفيق لكم ان شاء الله في السباقات القادمه ان شاء الله في الولايات المتبقيه، وان شاء الله نشوفكم بعد النهايه ونشوف وتخرج عن حديث الدبلوماسي ونشوف النتيجه الفائزه ان شاء الله بالنسبه لهذه الرياضه الخاصه بالخيل التقليديه. شكرا للدكتور جمعه بن راشد المشايخي امين سر الاتحاد العماني للفروسيه على تواجدك معنا في الاستوديو. شكرا لك. شكرا لك دكتور، يعطيك العافيه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نتحول الى ابطال لهم الشيء الرائع والجميل رغم صغر سنهم، ولكن يحققون نتائج وبطولات رائعه في رياضه تخص المحركات والسيارات، لكن هذه المرة الكارتينج. بعد الفاصل حدث آخر ونعود إليكم، ابقوا فأنتم في الحدث. عناوين صوت الصحافة، تجوال يومي في كواليس الصحافة نرصد من خلاله كل جديد، نقترب من أهم الإنجازات، نطرح أهم القضايا بشفافية وموضوعية. صحافة محلية وعالمية، تواصل مباشر مع صناع الحدث. صوت الصحافة. عناوين على عمان الرياضية في الأوقات التالية. أخطائهم ما نبغى نعديها، راح نتكلم ونجيب أولها وتاليها. وعشان تفهم سالفتنا تابعونا في برنامج تابعونا في برنامج الأمور طيبة. الأمور طيبة على عمان الرياضية في الأوقات التالية. بدأ الإعلان، بدأ الإقلاع الأول في دفاعنا. النهايه
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نتحول بكم إلى حدث آخر وموعدنا هذه المرة مع رياضة الكارتينج، أحد الأنواع الخاصة برياضات السيارات، حيث حقق المتسابق محمد الحبسي الفوز بالجولتين السابعة والثامنة من بطولة الإمارات للروتكس ماكس الكارتينج، ويسعدنا أن يكون معنا هنا في الاستوديو اثنين من نقدر لؤي بن جعفر البجالي مدير حلبة مسقط للكارتينج. مساء الخير لؤي. حياك الله فيك. أهلا وسهلا فيك. الله يحفظك. ضيف مش أول مرة ومتعود علينا. حبيبي. يعطيك العافية إن شاء الله. على الجانب الآخر البطل الصغير والقادم بقوة لهذه الرياضة ورياضة المحركات محمد الحبسي. محمد مساء الخير. سهلا. أهلا وسهلا. كيفك يا محمد؟ الحمد لله خير. إيش أخبارك؟ الحمد لله. ترفع لي صوتك شوية. ها؟ أول مرة محمد في الاستوديو تجي معنا؟ ايوه اول مره. كان متعود شهاب يكون معانا. شهاب ما شاء الله عليه. طبعا الاخوه الثلاثه، خلينا احنا نذكر ونعرف قبل لؤي محمد الحبس الاكبر، طبعا شهاب محمد الوسط، والاصغر عبد الوهاب القادم ايضا بقوه يعني لهذا النوع من السباقات. اولا لؤي يعطيكم العافيه، مجهود رائع. يومين كانوا بالنسبه لكم الجمعة والسبت، خلية نحل كبيرة في الجمعية العمانية للسيارات، الجولة المشتركة السابعة والثامنة بالفعل، وعطنا التفاصيل يا لؤي. طبعا الحمد لله رب العالمين، كانت هذه جولة مشتركة بين عمان والإمارات. عدد المتشاركين أو المتسابقين كان عندنا ما يقارب 52 متسابق من مختلف الفئات، طبعا غير البامبينوز اللي هم من فئة الخمس إلى ثمان سنوات. بامبينوز ما يعني ما مدخلين ها؟ لا هم بل هم 52 بالإضافة إلى البامبينوز فئة عبد الوهاب الحبسي. البطولة كانت من أقوى البطولات، طبعا مثل ما عارف هي حاليا الجولة السابعة والثامنة من بطولة الإمارات، فالكل يحاول أنه يحصد أكبر قدر ممكن من النقاط. جميل. أنا راح أجيك وناخذ نظام البطولة الجولات، وما شاء الله الشباب يعني حتى في الإمارات لهم تصدر وفوز بالمراكز الأولى في أكثر من مكان، إن كان شهاب خالد محمد. بالفعل. عبد الوهاب يمكن ما وصل للسن القانوني على أساس نحسب نتائجه. عبد الوهاب في كذا مرة يعني. عبد الوهاب هو في الحقيقة فئة البامبينوز هم ما يحصد النقاط، يعني يتوجوا في كل سباق وخلاص، ما أنهم ما يأخذوا المجموعة. كيف عبد الوهاب في البامبينوز؟ ما شاء الله عليه، يعني إن شاء الله نتوقع أنه يكون بنفس مستوى أخوانه في المستقبل. جميل. خلنا نروح للبطل محمد. سباقين يوم الجمعة يوم السبت كان بالنسبة لك، تكلمنا شوي عن السباق محمد كيف كان؟ السباق هو كان قوي جدا. وحتى أنا في التأهيل حاولت أني أكون الأول، لأن كانوا كلهم معهم ايش معهم؟ نقاط قريبة من بعض او الوقت يعني؟ الوقت هو يعني مع كل حد نفس الوقت، كلنا متقاربين يعني اجزاء من الثانية. انا يعني شوف، انا رغم اني محمد ما كنت موجود معاكم في الجمعية، بس كنت في الانستغرام انا اتابع، تعرف محمد كنت اتابع النتائج، اشوف محمد الحبسي وثمان دقائق 47 ثانية واجزاء من الثانية، اللي بعدك جزء من الثانية محمد؟ نعم. فكنت الاول حتى في التاهيل محمد؟ ايوه. وكيف السباق؟ السباق الاول كنت احاول اني اكون الاول. وكانوا اثنين من فريق ابو ظبي ريسينج. ايوه. وكانوا يعني يبغوا يكونوا الاوائل، لكن انا الحمد لله مكنت اني اكون الاول. ايش التكنيك محمد اللي تعمله اللي دائما والدك احمد موجود معنا؟ طبعا تحيه لوالد شهاب ومحمد وعبد الوهاب احمد الحبسي. انا كنت اتمنى انه يكون ضيف معانا في الاستوديو على اساس نعرف الشغل اللي عمله هذا الشخص، لان اولاد او ابنائه يوصلوا للشيء اللي احنا جالسين نشوفه فيه، يمثلوا السلطنه بفخر، وان شاء الله راح يكون معنا في الايام القادمه باذن الله تعالى. جميل. يعني هو رجل كواليس ما يحب يكون موجود هنا على الاضواء. محمد ايش التكنيك اللي استخدمته؟ في تكنيك معين؟ كنت اول شيء ألف على اللفة مرة واحدة، لأن لو لفيتها مرتين الماكينة بتموت. تنزل قوتها وسرعة الماكينة محمد؟ نعم. كيف تلفها مرة واحدة؟ يعني تأخذ الراوند على طول محمد؟ لا، لما ألف السكان ألف مرة واحدة. مرة واحدة؟ نعم. ما تشوح عليك السيارة؟ هي تشوح، لكن أحاول أني أمسكها بجسمك أو شيء كذا تعدل السيارة؟ أيوه.
جميل. وكيف المنافسة؟ وين كانت أكثر، في اليوم الأول أو الثاني بالنسبة لكم؟ يوم الثاني، لأنه كان في متسابق حتى من برا حصل على مراكز قوية. والحمد لله أنا تمكنت. يعني في التأهيل وفي السباق ما عدوك ها؟ نعم. كنت الأول؟ نعم. جميل. محمد كم ساعة تتدرب تقريبا في اليوم؟ في اليوم 3 ساعات، لكن 3 ساعات، لكن يعني 10 دقائق اللي نحن مثلا المايكرو الميني والجونيور والسينيور والديديتو، بعدين يدخلوا البومبينو اللي هم اخوي عبد الوهاب الصغير. ها جميل. كم يوم في الاسبوع تتمرنون؟ يومين، وكل يوم في 3 ساعات في الاسبوع. نعم. من يحضر التمرين معك؟ والدي واخوي شهاب الحبسي. عطى تحيه، سلم عليه. جميل. تكون انت ووالدك عبد الوهاب، شهاب نفس الشيء؟ ايوه. بعد خالد الوهيبي. خالد بالضبط. خالد ما جاب مركز الواي في هذا السباق او ما كان موجود؟ خالد طبعا بسبب ظروف فنيه ما تمكن انه يحصد على المركز الاول، ولكن في سباق امس خالد كان في المركز الثاني. جميل. نتائج جيده حققها من سابق خالد. انا برجع لك محمد، اروح للواي وراح ارجع لك في سباق يخصك شوي بعد نفس الشيء. الواي اذا جولة مشتركة، نتكلم عن الجهود اللي تقوم بها الجمعية، وعدنا نتائج السباقات اللي حصلت معاكم في النهاية، واللي هالأبطال ما شاء الله عليهم سند ما ننسى، وعبد الله أيضا كانوا مشاركين، ناخذ النتائج أيضا من عندك. طبعا في البداية اللي يميز الجولة المشتركة بين عمان والإمارات هو مشاركة المتسابقين العمانيين بالإضافة إلى المتسابقين العالميين اللي هم عادة يشاركوا في سباقات جولات الإمارات. ما يميزها كأنها تقام في مسقط سبيدوي. طبعا عفوا لواي، الصور اللي نتابع حاليا في الشاشة صور من يوم الختام يوم الأمس، تفضل لواي. طبعا ما يميز أنه في كل يوم الحلبة أو المضمار يكون مختلف عن الثاني. ففي اليوم الأول هو مضمار اللي كان هو الانترناشنال تراك لاي أوت، في اليوم الثاني المضمار تغير نهائيا. كيف تغير؟ يعني تسكروا مسارات معينة، نسكر مقطع معين ونفتح مقطع آخر. هذا يعطي الفرق يحتاجهم تجهيزات فنية ثانية بالنسبة للستاب والتجهيزات بخصوص السبروكتس وغيرها. يعني أنا أتكلم من واقع تجربة، وحضرت محمد هناك معاكم، الفرق اللي تجي من البحرين، من عمان، من الامارات اللي تشارك، تتكلم عن يعني حلبه مسقط سبيدوي تعتبر افضل حلبه من ناحيه تكنيك او 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 تكنيكالي من بين الحلبات اللي موجوده حتى في البحرين يعني نفسها. بالفعل هو ما يميز الحلبه نفس ما ذكرت فيها ميزه الاليفيشن او الصعدات هذه. ففي الحلبات اللي تشوفها انت في العاده تكون منبسطه، ولكن هذه ميزه المسقط سبيدوي. هل في صعوبه بالنسبه لهم؟ لا ما في صعوبة، ولكن هنا تعرف أنت لأن الكارت هي فيها جيرينج، فيحتاجوا إلى معدل معين بحيث أن الكارت لما تنزل أو تطلع هذه الصعدات ما يكون في بطء في الإنجن نفسه. يعني اللي إحنا نسوق يعني الناس العاديين ما فيها جيرة. أيوة يعني ما فيه. محمد بروفيشنال أكثر مني. أيوة. محترف أكثر. جميل. بالنسبة لعبد الله سند. طبعا ما ننسى الشباب العمانيين الثانيين ما شاء الله عليهم. من اللي كان موجود؟ يعني عبد الله كان مشارك فئة السينيور ما شاء الله عليه، حصد على المركز الأول. جميل. في خلال اليومين. سند نفس الشيء، فئة الدي دي 2 حصد على المركز الأول ما شاء الله في اليومين. يعني عبد الله وسند ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم، وصلوا لمرحلة توب فيها. بالفعل نفس الشيء خالد الوهيبي طبعا نتائجه كانت جيده جدا. انا يعني استغربت خالد ما جاب، ما كان الظاهر انه مشكله فنيه. يعني بالفعل بسبب بعض المشاكل الفنيه اللي واجهته اثناء السباقات، يعني مع انه كان توقيته جدا ممتاز اثناء التجارب الحره اللي هي اقيمت قبل السباق. حلو. شهاب اليوم الاول جاب الاول؟ نعم. محمد جاب الاول؟ نعم. اليوم الثاني ايش صار معه؟ اليوم الثاني كان سوى غلطة بسيطة. الحمد لله تعلم. يعني أنا شفت أنه نزل للثامن في التأهيل في الكواليفايرز. بالفعل. وبعدين في الختام جاب الرابع. بالفعل طبعا نفس، لكن هي كلمة لشهاب، مجرد سباق أنت بطل وواصل. تحية لك يا شهاب. طبعا نفس ما لاحظنا نفس ما ذكرت المضمار يختلف في اليومين، تجهيزات المتسابقين نفس الشيء، لا تنسى الظروف التقلبات الجوية ترى نفس الشيء تأثر على المتسابقين. أيوة. فهذه كلها العوامل في النهاية تأثر على أدائهم.
حلو حلو، جميل جميل. لؤي، بالنسبه للمراحل القادمه، ايش نظام المتسابقين او الفريق؟ نقدر نقول شهاب وحمد وخالد عبد الوهاب ماشيين بالطريقه الصح في الجولات القادمه؟ هل هذه الجوله محسوبه ضمن النقاط 7 و8 وهم يواصلوا فيها مره ثانيه؟ طبعا كمنظم عماني انا فخور بوجود مثل هذه النخبه من المتسابقين العمانيين اللي هم دائما يمثلوا السلطنه في ما شرط في الامارات، حتى في خارج الجي سي سي او دول مجلس التعاون طبعا دائما هم يشاركوا في سباقات في ايطاليا وفي اوروبا. اتمنى منهم طبعا المثابره على نفس هذا النهج. ما شاء الله عليهم لغايه الان، يعني يكفيك انت ميزه ان انا كأوفيشل لما احضر سباق الاحظ اذا اسمع الفريق او الشباب العمانيين المشاركين تحصل في خوف من الفرق الثانيه. ليش؟ لانه في وجود عماني قوي من بين الفرق. شوف، لما يكون تاسيس صح في نتائج. فريق حمد الوهيب يتوقع يعني كابتن حمد واقف بشكل كبير على الفريق بالفعل. مع الوالد، والدهم احمد طبعا، ودعم معنوي كبير يعني بالفعل. بالنسبه لهم. ورياضه مكلفه لهي، هي رياضه مكلفه طبعا، يعني قال لي اياها انا والدهم احمد وذكر يعني مكلفة تدفع فيها. هي كرياضة محركات بالفعل هي رياضة مكلفة جدا طبعا، يعني أتوقع الشيء الوحيد اللي هو ناقص لهذيل المتسابقين بحيث أنهم هم يرتقوا لمراتب أفضل شركة خارجيا هو السبونسرز أو الشركة أو الدعم أو الرعاية أو الدعم بالفعل. طبعا أنت كمتسابق ممكن أنك تضحي فترة معينة بس توصل لمرحلة أنك خلاص توقف بالفعل. انا هذا اللي خايف الحين انه يكون مع والدهم، يعني والدهم وصل لمرحله ممكن بعد هذه المرحله يقول لك خلاص انا عملت كل شيء يعني بالفعل. يعني حرام انك تشوف ابطال صغار وما تلقى لهم الدعم في النهايه وجالسين يؤدوا نتائج مميزه حتى يعني في النهايه لؤي. وبالفعل في النهايه يعني غير كونهم هم رياضيين محترفين ما شاء الله عليهم، يعني كشخصيه تحس انه كاريزما فيها بالفعل يعني عندهم الكاريزما، عندهم الشخصيه هذه ان شخصيه بطل موجود، وقوفه على البوديوم، جلسته في السياره، تعرف ان هذا بالفعل طفل موهوب، فما محتاجين غير يعني حتى غير الدعم. النظاره الشمسيه كاجوال على كول. صحيح. محمد، محمد من الناس اللي وقفت معاكم كثير حتى احنا نشوف محمد وصل بطل على المنصات في عمان، في البحرين، في الإمارات، من؟ وقف معايا الوالد وأخوي شهاب الحبسي. وكان مثلا شهاب يغلط فالوالد يقول له أنت غلطت كذا 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 زين، وأنا أسمع وأتعلم منه. حلو. يعني لما مثلا لما أسوي غلط في الحلبة شهاب يجي يقول لي سوي كذا 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 عشان توصل عشان تجيب الوقت اللي احسن عنه. حلو حلو. شي يقول لك المخك لفيت بقوه على اساس الماكينه ما تبطا معك؟ نعم. جميل. كابتن حمد يكون دائما معاكم في التدريب؟ نعم، واقف معاكم وقف ايضا نفس نعم. الشيء. حلو. متى السباق القادم معاكم، الجوله اللي بعدها؟ السباق القادم بيكون بعد اسبوعين اللي هو دبي أو بليت. والحمد لله نريد نجيب مراكز الأولى. خليك مواصل كذا محمد على أول إن شاء الله. إن شاء الله ما ننزل تحتها إن شاء الله تسوي صح في السباقات. حبيت أضيف بخصوص سباق الأو بليت، هو سباق كل سائق يستلم دعوة، فالأو بليت هو عبارة عن سباق لنخبة السائقين. جميل. فنحن طبعا كلنا فخر أن مثلهم بالفعل يشاركوا في مثل هذا السباق. حلو. فهو سباق يجمع الأبطال كلهم تحت مظلة واحدة أو تحت مضمار واحد. جميل جميل. موفقين إن شاء الله، كذا نشوفكم متألقين دائما. إن كان في فريق المارشلز التنظيم لهم تحية على الجهود المميزة دائما، وتحية للجميع عماني للسيارات بمديرها العام الأخ سليمان الرواحي. ما ننسى الفريق الطبي نفس الشيء. الفريق الطبي يعني الكل، أنتم تيم ما شاء الله عليكم جدا رائع ومميز على الجهود اللي تبذلوها. وموفقين ان شاء الله دائما في السباقات والفعاليات اللي تقيموها في الجمعيه يا لؤي. جميعا ان شاء الله. شكرا لك ان شاء الله. اتحداك في السباق ان شاء الله. ها ان شاء الله تعطيني السياره فيها جير، ما تعطوني السياره الضحكة ان شاء الله. جميل، شكرا لك محمد على تواجدك معنا، ونشوفك كذا بطل
وعلى مستوى إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا محمد، يعطيك العافية إن شاء الله. إذا نشكر أكيد للفاضل وائل البجالي مسؤول أو يعني المسؤول العمليات في حلبة مسقط سبيدواي الكارتينج، وأيضا للبطل محمد الحبسي أحد الأبطال المميزين والرائعين، ولشهاب ولعبد الوهاب ولوالدهم الرائع والكابتن حمد الوهيبي ولخالد الوهيبي ما ننسى أيضا من ضمن الفريق. بعد الفاصل متابعين معاكم في الحدث والفقرة الجميلة والرائعة مع الأستاذ وليد الخفيف، ابقوا معنا. هوس وشغف هستيري يغلفه العشق والانتماء والحب منذ نعومة الأظافر، غضب وهدوء، عتب وثناء، بكاء وابتسامة، أحزان وأفراح. أبا هذا النقال الإدارة، أبا هذا الحدنة، خلهم يطلعوا كلهم اللي عندنا. جمهور حضر لكن انتهي ما تحضر. أولئك ينافسون في المستطيل الأخضر، وهؤلاء يخوضون مباراة أكثر إثارة ومتعة على المدرج. ما راح يحصل استاذ الجمهور كل مباراة يحضر المدرج. وإن شاء الله الكاس أيوه خروف بإذن الله. صد الجماهير يقترب من هذا الجمال العفوي فيعكسه لكم في أبهى حلة. كونوا على الموعد. الدوري البلجيكي على عمان الرياضية. أهلا بكم جديد متابعينا الكرام، وإلى فقرة التواصل التي تربطنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار الرياضية عبر المواقع الإلكترونية العالمية. سعدنا أن يكون معنا الضيف في الدقائق التالية أو القادمة الفاضل وليد الخفيف صحفي بجريدة الشبيبة. كابتن وليد مساء الخير. أهلا بك يا أخوي. كيفك؟ كيف الحال هو؟ إيش أخبار المواقع التواصل الاجتماعي؟ والله حبدا لك بخبر جميل من الدوري الإيطالي. تغريدة رودي غارسيا قال بعد التعادل مع ميلان الفريق نسي كيف يلعب. ميلان مش على بعضه يعني هالفترة، ميلان ما هو ميلان ولا روما روما. جميل. ولا روما روما، الدلالة كده أن الفريق محمد صلاح ما لعب. محمد صلاح حتى مستوى الفترة الأخيرة يعني مستوى متواضع بعد الإصابة ولسه لم يستعيد كل عافيته. الفريق عموما ليس في الطريق الصحيح، وابتعد بعض الشيء عن المراكز المتقدمة، وقد يكون رودي غارسيا أحد المدربين اللي قد يطاح بهم في الدوري الإيطالي الفترة القادمة، أسوة ببينيتيز ومورينيو اللي أطاح بهم مؤخرا. جميل. روني في المان يونايتد فوز، يعني فوز بشق الأنفس رغم أن شيفيلد في دور الدرجة الثالثة بالضبط، ولكن المباراة دي تؤكد بأن الأسامي اللي على قضية المدام بتون عطاء لا يمكن أنها تغلب الكفاح. الكفاح اللي قدمه شيفيلد أمس استطاع أن يصمد أمام 94 و 93 دقيقة واستطاع أن يصمد أمام 400 مليون جنيه استرليني. تحسبها بالملي يعني حتى الدقائق الأخيرة، ولولا ركلة الجزاء التي انبرى لها روني لكان الوضع مأساوي بالنسبة لرجال المدرب الهولندي لويس فان جال اللي قد يكون أحد المهددين بالرحيل أيضا عن البريمير ليج. تتوقع أنه مخبص لويس فان جال في اليونايتد يعني؟ أكيد، لأن بصراحة مانشستر يونايتد ما هو مانشستر يونايتد اللي احنا شفناه وعهدناه في الفترات الماضية، وكانت نتائجه السيئة في الفترة الماضية أدت إلى ابتعاده عن الفرق المنافسة في البريمير ليج. موقع جول الأسيوي يختار مسقط لاحتضان مواجهات الأندية السعودية والإيرانية، وسمعنا خبر كثير في الأيام الماضية.
الأندية طبعا بعد الأزمة الدبلوماسية اللي حدثت بين الدولتين اللي أتمنى إن شاء الله أن يصلوا فيها إلى حل. السعودية رفضت أنها تذهب للعب في إيران، وكذلك إيران ردت بالمثل قالت مش هلعب في الأراضي السعودية. الاثنين قدموا طلبات للاتحاد الآسيوي للعب في أراضي محايدة. كان طلب من السعودية أنها تلعب في قطر، ورد عليها إيران باللعب في لبنان، ولكن الاتحاد الآسيوي اختار مسقط لأنها أكثر الدول التوافقية بينهم الاثنين. جميل، تبقى كده عمان عاصمة السلام دائما إن شاء الله. مصر تفقد أحد الأسماء والحناجر الرائعة تماما اللي من صغرنا احنا طلعنا وحبينا اللهجة المصرية عليها. بالتأكيد، وداعا الثعلب الكبير حمادة إمام على عمره نازل 67 عام بعد عطاء كبير للكرة المصرية، وكان أحد الأسامي الكبيرة اللي نفعت نادي الزمالك في انتشار شعبيته في فترة الستينيات والخمسينيات. منح بسخاء الكرة المصرية والعربية، و أقدر أقول لك بأنه من أسرة كروية من الألف إلى الياء. فأبوه يحيى إمام كان أحد حراس نادي الزمالك ومنتخب مصر، وابنه حازم إمام نجم نادي الزمالك ومدير الكرة الحالي واللي سبق له الاحتراف في أندونيسيا الإيطالية. جميل، خلينا نروح للأهلي والهلال أفضل آسيويا. بالتأكيد كنا نعتقد بأن قد يكون جوانزو بعد ما حصل على بطل دوري أبطال آسيا قد يكون هو الأفضل، ولكن النقاط منحت الاهلي اللقب الاول اسيويا، بعديه الهلال، ثم اتى في المركز الثالث جوانزو الصيني في ظل غياب لفريق الاهلي اهلي دبي اللي وصل لنهائي النسخه الماضيه. جميل. يورو سبورت، زيدان يشيد بشخصيه فريقه، هذه البدايه فقط. هذه البدايه فقط. يعني من الصعب طبعا ان احنا نقول ان زيدان كان في ايده العصايه السحريه اللي حول بها فريق ريال مدريد من فريق لا يمتلك للحلول الهجوميه الناجعه الى فريق يفوز على ديبورتوفو لاكورونا اللي كان قبل كده عقده في طريق الفريق الملكي. ولكن ما حدث لزيدان هو ان اعاد اواصر العلاقه والثقه بينه وبين لاعبيه، يعني اقدر اقول لك بانه اكتسب مجددا دكه البدلاء او غرفه الملابس، الامر اللي انعكس على ارضيه الميدان اللي كانت مشتعله للغايه، فامطرت شباك ديبورتيفو بخماسيه نظيفه. زين، تتوقع ان زيدان، احنا عرفناه اسطوره في لعب او اسطوره في الملعب، ويا ما عشقنا كره القدم بسبب زيدان، تتوقع ان يكون الأسطورة في الملاعب أسطورة تدريب آخر؟ أنا أتوقع أن يكون زيدان جوارديولا جديد. في غيرك يقول لك لا، ما شرط أن يكون اللاعب المميز يكون مدرب مميز، ولكن زيدان صراحة بالفترة اللي قضاها، يعني هو ما رضيش يدخل التدريب مباشرة بعد ما اعتزل كرة القدم وتفرغ للدراسة، وجاله عروض كثيرة كان آخرها العرض من أحد أندية السعودية لا سيما النصر، ولكن رفض كل هذه العروض في سبيل انه يظل يكمل دراساته ويكمل دورات التدريب اللي بيحصل عليها، ويبدو ان كانت عينيه على ريال مدريد، ويبدو ايضا ان بيريز كان المحل لهذا الامر، لان العلاقه بين بيريز في الفتره الاخيره كانت بينه وبين رافا بينيتيز كانت علاقه متوتره للغايه. شبكه كلاسيكو العربيه 20 مباراه متتاليه لانريكي بدون خساره، 15 مباراة متتالية فوز و20 مباراة بلا خسارة، دليل على أن الفريق اللي بيمتلك أقوى منظومة هجومية عرفها التاريخ لا يمكن أن الأمأس أن يعني يعني بصراحة فريق يتميز بمنظومة هجومية لا يعني لا مثيل لها. من قادر على إيقاف برشلونة خلال الفترة هذه؟ في هذه الفترة أقدر أقول لك بأن برشلونة أعاد اختراع كرة القدم ولا يمكن لأحد، حتى بايرن؟ والله في هذه الفترة لا، يعني إذا لعب برشلونه بكل قواه سواء اللي على مقعد البدلاء او التشكيله الاساسيه في ظل تركيز لاعبي بان المباراه ديت عايزين يفوزوا فيها زي ما قدروا يفوزوا على في الكلاسيكو بربعيه نظيفه، قد يكون الخساره في انتظار رجال المدرب بيب جارديولا. جميل، ميركاتو الشتاء، مدريد يدخل حرب بوجبا ب 130 مليون يورو. ريال مدريد منذ فتره بيسعى الى ضم هذا اللاعب الاسمر المتميز في خط الوسط، ولكن فريق السيد العجوز دائما ما يتمسك به خاصه بعد رحيل النجوم خط الوسط في حامل اللقب السنه الماضيه بيرلو وفيدال، فريق السيد العجوز ما وافقش، ولكن ما زال الفريق الملكي يسعى لضمه خاصه في ظل تصريحات من زيدان اللي قال هناك مكان خالي في تشكيلة الفريق الملكي لبوجبا. آخر خبر معانا، تتوقع أنه غدا هي ليلة ميسي؟ الإحصائيات كلها تصب إلى ذلك، ميسي لم يعني جمع كل البطولات الممكنة
سواء المحلية أو الأوروبية مع فريقه في موسم استثنائي موسم 2015 موسم يعني قد يكون الأفضل لميسي. حصل معهم على دوري الليغا الأسبانية والكأس والكأس الأوروبي ودور الأبطال، لم يفلت من برشلونة إلا كأس السوبر الأسباني الذي طلب ود بالباو، ولكن كل الإحصائيات تصب في مصلحته مقارنة بمنافسه التقليدي كريستيانو الذي قد يتجرد من اللقب الأخير على يد البرغوث الأرجنتيني الذي لا يتوقف أبدا عن اللدغ. في تغريدة جميلة ذكرت أنه ميسي يشتغل على 2016 وهو لسه ما اخذ على 2015 الجائزه. بالتاكيد، لانه يعني دليل على الماكينه او على الشغل المتواصل يعني. المشكله ليست في ميسي لوحده، المشكله في المنظومه كلها، انها منظومه صعبه ان حد يقدر يعني. حتى لما ميسي غاب في الفتره الماضيه بسبب الفريق الإصابة استمر، الفريق استمر بالضبط. دليل على ان انريكي وصل بالفريق الى جماعيه متميزه في، واقدر اقول لك يعني استغنى الى حد كبير على نظريه النجم الاوحد. جميل، أنا شاكر لك هذه الفقرة الجميلة والرائعة أستاذ وليد. سعدت بك أستاذ أحمد في أول لقاء بيني وبينك. شكرا لك إذا أستاذ وليد الخفيف في صحفي بجريدة الشبيبة وفقرة التواصل في الخاصة بالمواقع الاجتماعية. بكذا نصل لختام الحدث لهذا اليوم، تحية لطاقم العمل الرائع والجميل. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء من الثالثة وحتى الرابعة ثمان، ولكن تذكروا دائما الحدث دائما ما يبقيكم في قلب الأحداث. إلى اللقاء.